إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هو مدى انتشار مرض الزهايمر المبكر. من بين جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر فأن حوالي 5% تقريبا تظهر لديهم أعراض الزهايمر المبكر قبل سن 65 عام. لذلك إذا افترضنا أن هناك 4 مليون شخص يعانون من مرض الزهايمر فأن تقريبا 200 ألف منهم على الأقل يعانون من الشكل المبكر لأعراض الزهايمر. أن أعراض الزهايمر المبكرة يعني قد تظهر عند الأشخاص الذين يعني تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 سنة، يعني إلا أن هناك يعني ذا الأمر شديد الندرة جدا. أيضا معظم الحالات تظهر لديها أعراض مرض الزهايمر في 50s أو بداية 60s من العمر. من الضروري استشارة الطبيب المتخصص مجرد ما تحس بأعراض معينة مثل فقدان الأشياء، صعوبة تنفيذ المهام اليومية، نسيان، تغير في الشخصية، الارتباك، سوء اتخاذ القرارات والأحكام، صعوبة في يعني في إجراء التواصل الاجتماعي بشكل عام، يعني الانسحاب الاجتماعي، صعوبة في اتباع بعض التوجيهات الأعمال، العمل في بعض الأشياء يعني البسيطة وتحس أنها صعبة. من المهم استشارة الطبيب الاختصاصي في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.